كل عام وانتم بخير مشاهدينا، وبدنا نعيد كل السوريين بعيد الشعانين، بعيد الفصح المجيد، وان شاء الله يا رب البركات والتسامح على ارضنا الغالي سوريا دائما تكون هيك متلازمه بدون اي اشكالات بدون اي عقبات، ونحن دائما شعب سوري قادر على تجاوز كل الازمات. ودائما نحن بنحب نغطي ونضوي على الايام اللي بتختلط مع المجتمع المحلي بكثير من الامور. و2 نيسان اختيرا هو يوم العالمي لاطفال التوحد، وشفنا في تشبيك بين الجمعيات وبين المجتمع المحلي لننهض بهيدي الفئه وبهيدي الشريحه من المجتمع، لنسعى على دمجهم مع الاطفال الاصحاء لنحصل على مجتمع سوي من كل جوانبه. تفاصيل أكثر عن هيدا اليوم وأهميته مدى انعكاسه على هدول الأطفال بصيرنا يكون معنا الأستاذة وديعة قعقاع، عضو في مجلس إدارة بشائر النور. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بخير. اهلا وسهلا فيكم، أنتم بألف خير إن شاء الله. يسعد صباحك ست وديعة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. بداية ست وديعة، خلينا نحكي من هيدا اليوم، اليوم العالمي لأطفال التوحد، برأيك قديمهم هيدا اليوم بالنسبة لأطفال التوحد؟ هلا هن كونهم أطفال كانوا مهمشين بالبداية، فهذا اليوم كتير كتير مهم. هو ما بس يوم، هو المفروض يكون الشهر كله، لأن نحن بدنا نضوي على هالفئة اللي كانت مهمشة ونفرجي للمجتمع أن هي الفئة أني قادرة تكون فرد من أفراد المجتمع وتكون عضو فعال فيها. وكتير مهم أنه نحن نوعي الأسرة قبل الطفل. أكيد. وهون في خصوصية للتعامل، لأنه في كتير من الأشخاص وفي كتير من الأسر اللي عندهم هدول الأبرياء ممكن يخجلوا، ممكن يكون عندهم قلة ثقة أنهم يعرضون على العالم ويقولوا هدول ابننا. نحن كيف لازم نكسر هيدا الحاجز؟ ويمكن هون المجتمع المحلي والجمعيات القائمة على هذا الموضوع لازم تكون تلعب دور كبير. ما هو نحن مخصصين هذا الشهر، هو مثل شهر توعية. توعية. توعية للأهل وللمجتمع هالأطفال هدول. مشان هالأطفال أول كل حتى الأهل شوية يعرفوا كيف بدهم يقدروا يتعاملوا. طبعا نحن بيكون في عنا منشورات وفي عنا نشاطات كيفية التعامل مع الطفل، إن كان ضمن الأسرة ولا إن كان ضمن المجتمع ولا إن كان ضمن المدرسة كمان. فهو هذا الشهر نحن بنستغله إن نطلع على المدارس، نزور البيوت، نشوف الأمهات، نشوف شو الصعوبات اللي عم بتواجهها الأم مع ابنها، ونساعدها لحتى تقدر تتخطى هاي المرحلة، خصوصا هي مرحلة الرفض. يعني دائما طيب. الأهالي في عندهم عدم تقبل الواقع، بغض النظر عدم تقبل، يعني يمكن اول شيء نحن لازم يكون الوعي والعقل حاضر بكل اللحظات. ما انت كأم طبعا بهي اللحظه ما موجوده، ما موجود هذا التقبل ابدا والوعي، لاني بينفقد عندك كل شيء. انه انت ابنك شبو، لا ليش انا بيقولوا ليش انا ليش انا بالذات، ليش ابني هيك عم بيعمل، ليش هيك عم بيتصرف. هذا نحن دورنا، نحن اني بدنا نوعيها اني انت بهالرفض هذا انت عم تعكسي صورتك لابنك. صحيح. وهون بيجي السؤال ست وديعه، يعني التدخل المبكر بمعرفه حاله الولد انه هو عنده حاله توحد، هيدا التدخل المبكر واستوعاب، يعني يستوعب الاهل هيدي القصه، قد ايه بيساهم بانه يسرع من حاله الشفاء او يسرع من العلاج، او ايضا نقدر ندمج هيك اطفال بالمجتمع؟ طبعا هو كل ما كان الطفل اصغر انت كل ما قدرتي تتعاملي معه احسن، وكل ما قدرتي تتعاملي مع الام افضل كمان، وتقدري تدمجيه بالمدرسه. يعني في عنده امكانيات فرص اكبر له، خصوصا طفل التوحد، انه يندمج هو بمدرسه. لان هو كل اللي بيكون عنده سلوكيات. هاي السلوكيات انت بالجمعيه او ومع البيت تقدري تضبطي له اياهم. هن وصغار بيقدروا بيتقبلوا الكلام، الاوامر بيستوعبوها. يعني بوقت اللي بيصير عمرهم انه هن خلص صار وقت مدرسه بيدخلوا على المدرسه النظامي، ما عندهم مشاكل. بس بالبدايه بدهم تاهيل، يعني ما في تاهيل. التاهيل قد ايه عم يعذبكم، يعني انتم بالجمعيات كجمعيات، يعني اللي هي عم تساعد الاهالي؟ هلا هو ما موضوع عذاب، لان هي بالنهايه هذا شغلنا نحن. نحن هذا بنحس فيه متعه. نحن وقت الولد بيتجاوب معنا ولا بيكون عنده
سلوك وانتهى من عنده، هاي نحن بنحس بالسعاده فيها، ما بنحس فيها تعب. يمكن اول فتره انه من مل او المعلمه انه انا خلص طاقتي استنفذت، بس وقت اللي بتلاقي اني في سلوكيات كثير انضبطت معه للولد، هي اللي معلمه بتحس انه هي عملت شيء معه لهذا الطفل. وبيرجع، وهذا الشيء كمان بيكون مردوده للاهل طبعا، انه انا ابني قادر، صار عم بيحكي، صار عم بيعرف شو معناتها الشغله، بيقول له اقعد بيقعد. يعني هذا موضوع كثير 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 مهم صار له. وجمعيه بشائر النور يمكن قطعت سنوات وصار فيها خبره بالتعامل مع هدول الاطفال، يعني قد ايه بتحسوا فعلا هذا الشيء سهل عليكم انكم تتعاملوا مع هدول الشريحه من المجتمع؟ كان لاني صار هلا يمكن صار في خبره، يمكن في كوادر عم تطلع تطور. لك حتى الكوادر كل فترة نحن بنعمل لهم تدريبات يعني. بس مثل ما قلتي انت انه نحن الخبرة صارت عنا اني خلص صرنا قادرين، وخصوصا ان احنا في عنا برامج، يعني نحن ما بنشتغل مع الطفل على برنامج واحد، ما فينك تحددي هذا الطفل اني برنامج تشتغلي معه. نحن عنا عدة برامج، وعندي أخصائيين نفسيين هن بيشوفوا حالة الطفل وبيحددوا له بأسعاره أي برنامج ممكن يمشي معه لهذا الطفل ويعطينا تجاوب أسرع. يعني هي حالات الخبرة مثلا مزمنة مثلا فيك أنت أو سلوكيات معينة بتكون أصعب. هو التوحد درجات، هو التوحد درجات. وهون بيجي السؤال، قد ايه فعلا مهم الاشخاص المتطوعين؟ يعني نحن شفنا بجمعيه بشائر النور اشخاص متطوعين للعمل مع هدول الاطفال المصابين بالتوحد، يعني ثقافه التطوع عند هدول الاشخاص قد ايه مهمه فعلا بانه تعطي نتائج ايجابيه على صعيد الشفاء او العلاج او دمج هؤلاء الاطفال؟ ما هو التطوع اهم شيء، انه تكون وقت اللي بدك تدخل جمعية أنت داخلة تطوع، عمل إنساني، يعني بدك تعطي شيء من قلبك. إذا ما قادرة حابة هيدا الشيء لك، إذا ما قادرة تعطي فما رح تقدري توصلي الرسالة اللي أنت جاي عليها بالبداية أنك تدرسي أو تعلمي للطفل. يعني أنت إذا ما قادرة تعطيني ابتسامة، أنا كيف بدي أخلي الطفل يبتسم؟ فهذا اللي يكون التطوع نابع من عندك، يعني اللي بده يجي على الجمعية جاي لعمل الخير، جاي ليزرع بسمة، جاي لحتى يحرك الطفل ليوجهه. هو ما هو استاذ ولا مدرسة تيجي تعلم وتمشي. يعني الشخص لازم يكون مبرمج بمشاعر الإنسانية وخصوصا للتعامل مع هدول الأطفال. هلأ رح نحكي عن هذه المشاعر الإنسانية اللي تعززت بكثير من النشاطات، يعني أنتوا أكيد على مدار السنة في نشاطات نحن لا ننهض بهدول الأطفال. نوعية النشاطات من البداية أكيد بيكون في خطة منفذة، في نشاطات لنسعى نحن لنطور بهدول الأطفال. أي عمل أو أي مهمة بدك تقومي فيها بدك تحطي لها خطة. بدون خطة ما بتقدري، ما بتروحي على المجهول. صحيح. فنحن بنعرف ان هذا الطفل المفروض يكون هلأ نشاطه مثلا عنده فرط حركي، حركة انا بستغلها لهي بالرياضة، بستغلها بطلعه مشاوير، اخذهم كزدورة، نزلهم على البحر، مشيهم، طلعهم برات ما فيني انا احط الولد بس هو يكون قاعد قدامي عم بيتلقى اوامر. طفل هو طفل طبيعي، بده يطلع، بده يشم الهواء، بده يشوف العالم، بده يشوف الناس. بعدين انا هدفي اني انا بدي اشاركه مع المجتمع. صح. طبعا. فبدي اخذه على الحديقه، انا اللي بدي اخذه على الحديقه، هي اللي معلمه بتاخذه على الحديقه لتعلم كمان الام انه ابنك ليكي كيف اسلوبنا نحن وقت اللي بناخده على الحديقه حتى ما يعذبها. لاني بتقول الام اني والله عم باخده عم بعذبني كثير كثير. طب نحن عنا اساليب ثانيه مندربك عليه ومتفقه للام. الرياضه ممتازه كثير كثير لهيك اولاد، اللي وخصوصا اللي عنده فرط نشاط وفرط حركي. نحن عم نفرغ لهم الطاقه هاي بالرياضه وبالسباحه باي نشاط بتقومي فيه. يعني حتى اذا اخذنا على قطف الزيتون ولا الليمون هذا نشاط له. صحيح. طبعا صحيح. طيب ست وديعة، يعني نحن بالفترة الأخيرة شفنا مبادرات مجتمعية كثيرة لدمج أطفال التوحد بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع. يعني هيك خطوات قد ايه هي مهمة فعلا بالنسبة لطفل التوحد؟ هي أهم خطوة. ما نحن بالنهاية أنت بدك توصلي هذا الطفل أن يدخل هو بالمجتمع يشتغل. اللي ما قادر يندمج بالمدرسة ويطور ويأخذ شهادات
نحن عندنا مركز ما قبل إرادة بنعلمهم مهنة. كمان كمان للأخصائيين هن اللي بيحددوا له المهنة اللي هو قادر عليها. بعد ما بيكون مر على كذا مرحلة بيكتشفوا إنه هو مثلا قادر بالمطبخ، قادر بالخياطة، قادر بصناعة الصابون. يعني بالأخير نحن طب علمناهم وسويناهم وتعلموا يشتغلوا صابون، تعلموا يعملوا يشتغلوا بالمطبخ، يتعلموا يعملوا صندوق. وبعدين لازم ندفعهم، نفتح لهم باب، بدنا نفتح باب ثاني ان هدول يتوصفوا يكونوا منتجين لحتى يدخلوا مردود لإلهم. طب نحن جمعيتنا مثلا وقفت هون، ما قادرين نكفي، طب المجتمع اللي حوالينا اللي معنا ممكن يساعد، هون لازم يلعب دور. هذا اللي بيلعب دور. هلا في كافيه عمل هالشيء هذا، بس قبل ما يدخل، قبل ما يبلش بسوق العمل، هو دخل لعنا على الجمعية، تعرف على طبيعة الأولاد، تعرف على المعلمات، تعرف على كيف نتعامل معه للطفل، وفتح مشروعه وأخذ أطفال احتياجات خاصة، ويمكن نجحت هذا المشروع. أستاذة وديعة، يعني هلأ أنت عم تحكي بلطف وإنسانية، وواضح من فحوى حديثك أنه أنت قديه متعلقة بهدول الأشخاص، وقديه عم بتقدمي لهم، وقديه عم تعطي من قلب. يعني العطاء بغض النظر، يمكن أنت أم وعم تعطي بناء على هيدا العطاء، تبنى العلاقة بين الكوادر الموجودة وبين الأطفال، مثل ما تفضلتي قلتي عم بتكبروا لينخرطوا بسوق العمل. بنحكي بعض الحالات اللي الخصوصية اللي تعاملتوا أنتوا معها، زعلتوا علي لأنه راحت من عندكم، ولكن يعني ما بقى مثل الأول. هلأ ما موضوع هو زعل، هي المعلمة بتتعلق بالولد، بس وقت اللي بتشوفه عم بينتج تنبسط أكثر. صحيح. إنه ليك ابني، الحلاوة نحن بالمعلمات عنا بيقولوا هذا ابني. ابني. مع إني هن كلهم بيكونوا صبايا وصغار، بس بيقولوا لك إنه أنا ابني عم بيشتغل، ابني عمل هيك، ابني سوى هيك. هن عم يكونوا فخورين فيه. فخورين بحالهم، يعني عم بيحسوا حالهم إنه هن فعلاً قطعوا إنجاز بهذا الموضوع. قطعوا مرحلة منيحة كتير حلوة مع هالولاد. حلو. كنا عم نحكي شباب. ست وديعة، كنا عم نحكي عن ثقافة التطوع، وحكيتي انه كتير المتطوعات بيكونوا سعيدات فعلا بالتعامل مع اطفال التوحد، لكن بنقدر نحكي مثلا عن حالة هيك وصلت لمرحلة من اليأس انه ما قدرت بقى تتابع تكفي لانه كان الوضع صعب كتير، ولا لا كان في اصرار وتحدي على لا بتجينا حالات، تجيكم حالات تقول انا ما بقدر. بيكون عندها حماس وعندها قوة وعندها كل شيء ومتحمسة، بس هي تدخل شوي ترجع بتقلك انه لا ما قدران كفي، انا ما قادره، ما قدراني. فهون دغري نحن بنعذره، يعني ما فيني الا انه ليش وما ليش الحاله، يعني لا كان هن كانوا حاسين حالهم انه ممكن يقدروا يعطوا وحابين يعطوا، بس هن يشوفوا الحاله اللي موجوده صعبه بيقولوا لك انه لا انا خايف افشل، انا ما بدي ادخل بمرحله وهو ولا الاخصائي او المعلمه هي اللي تفشل. نحن وينكسر يمكن باب الامل بيناتهم دائما، هذا نحن صعب. يا منوجهها على تطوع ثاني، يا اما من الا انه خلص اذا بدك تعتذري اعتذري، شوفي نفسك بمكان اخر. صحيح. بس انا يعني لما زرت جمعيه بشائر النور شفت حاله كثير لفتتني، هي حاله ابنك حسان عربي كاتبي، حسيت انه هو فعلا يعني انتم كثير مشتغلين عليه، وصار هو له دور حتى بالجمعيه مع زملائه. هو عنده حب التطوع كثير كثير مع رفقاته. يعني ما بعرف اني هذه هي بتكون وراثيه او كيف بدها، ما بقدر اشرحها. انت زرعتيه فيها ست وديعة. يمكن او بشوف هو يعني بشوف هو الام هو وام بطله بي ما هي بي هو هن دائما القدوه تاعيتهم هي امهم، بشوف الام انه كيف هي عم تعطي وعم ترقد وعم تفرح وعم تنبسط. بقى وقت اللي بنزل على الجمعيه وبيكون في عندنا شغل او مهمه بيقول لي ماما انا بدي انزل ساعد رفقاتي، حلو دور رفقاتي حلو. طب
يعني استاذه وديعه، يعني انت نموذج للام المكافحه والمناضله لابنك وعم تعطي ضمن هيدي الجمعيه. طيب كيف نحن لازم نعزز هذا الشيء؟ لكثير من الامهات بتشبهك وعندهم حالات مثلك، من خلال مثلا دورات التكثيفيه التثقيفيه التوعويه، من خلال جمعيتكم انتم مثلا بتروحوا على البيوت بروشورات وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الشيء قد ايه بيكون فعال على ارض الواقع؟ هو اكيد هي التوعيه اهم شيء وخصوصا مع الاهل. بس ما فيني أنا كل الناس يكونوا مثلا عندهم حب التطوع أو حب العمل بيقولوا لك لا أنا يدوب ابني. بس في ناس كتير لا بتحب، لأني نحن بنطلع بنعمل كمان جولات ميدانية، جولات ونعمل دورات توعية بقلب الجمعية للأهل. كمان بدنا نوعي الأهل نحن كيف طبعا يتعاملوا معنا، كيف يتعاملوا معنا. وفي أهالي يمكن أهم خطوة، في أهالي بيحبوا يتطوعوا معنا كمان. وفي أهالي إني خلص انا بتعلم وبتدرب مع ابني، ما في مشكله. والجهه الارجح اللي عم بيحبوا التطوع، واهم شيء يمكن من خلال هذه الدورات اللي عم تعملوها بالجمعيه تكون الى حد ما مفيده لطريقه التعامل الاسره اللي عندها حالات استثنائيه من مثل حالات التوحد. انت بدك تبلشي بالاسره اول، انت بدك تبلشي بالاسره، يمكن هذا هو المحور الاساسي اللي بيدور حوله الطفل. انك عم بتبلشي بالام بعدين بالاخوات، يعني اول كل هي الام. صحيح. انا بقول هي الام هي مراته للطفل. صحيح. فانت بدك تعملي الدوره للام وتثقفيها لحتى هي تساعدك وقت بدك تثقفي باقي العائله. صحيح. بعدين بتبلشي على المحيط اللي حواليها لحتى تكبر الدائره. صحيح. يعني بجهودكم ما شاء الله عليكم ما عم تقصروا، لكن بدنا نحكي انه مثلا في امهات كثير بيخلق عندهم هيدا الطفل طفل التوحد بالبدايه ما بيكونوا بيعرفوا، في علامات او مظاهر محدده هي بتدل على انه هيدا طفل توحد، او في جهات معينه هن بيرجعوا لها ليحدوا هيدا الطفل هو فعلا طفل عم يعاني من التوحد؟ هي المشكله انه هون نحن بلشنا بنعاني فيها لهي المشكله. هو الطفل التوحد هو عنده بيكون عنده سلوكيات صارت معروفة ونحن بالبرشورات موزعينها. في أمهات وقت اللي بيطلعوا على يمكن تصرف أو تصرفين من ابنهم، يمكن هذا من علامات التوحد. بيرقدوا بياخذوه عند مثلا دكتور أو أخصائي نفسي أو شيء، ممكن الدكتور يهولها للقصة إني شافوا ربع ساعة إيه ابنك توحد. عمل لأحباط كامل للأم. هون الطبيب كيف لازم يتعامل؟ طب أنا ما بقدر شخص طفل توحد بعشر دقايق ولا بخمسة دقايق. أنا بدي أقعد معه، بدي أقعد معه نهار كامل لأعرف هو شو القادر، شو السلوكيات اللي عنده. لأني ما شرط كل السلوكيات الموجودة تشير لي إني هو طفل توحد. أو طيف اضطراب طيف توحد هو المسمى. يعني الدكتور لازم ياخذ وقته قبل ما يحكي مع الام اني ابنك معه شيء. يعني وقت اللي بنقول مثلا جمعيه ما او مبادره ما او موقف ما، بنشوف متوجه بمجال معين، كونوا انتم مثلا جمعيه التوحد مختصين بهذا الموضوع. ولكن الحدث اللي صار بسوريا بست شباط، هيدي الكارثه اللي ألمت بمحافظه اللاذقيه وبعض المحافظات السوريه، شفنا فيه تشبيك. يعني ما نحن ما بقى موجودين، الانسانيه حضرت، والتعاليم والقيم اللي بنيناها ضمن هدول الاشخاص شفناها. ترجمت على ارض الواقع. نحكي بعض المواقف اللي صارت ضمن هيدي الجمعيه. هلا هي الازمه اللي صارت او الزلزال اللي صار كانت كارثه على الكل. يمكن كمان بالبداية ما بتعرفي شو صار. انت هزة شفتيها شيء انه شيء عادي وبتمرق، بعدين الكوارث اللي عم نشوفها، المجاعات اللي عم نشوفها بتخليكي تتحركي. انه انت عملك ما بس مع هيك اطفال، عملك انت كتطوع كإنساني انه تنزلي على ارض الواقع تشوفي طبعاً باقي العالم كيف. شفنا ناس واشخاص يمكن بتقولي اني هدول مستحيل يقدروا يساعدوك بشيء، بس يمكن ضحكه منهم انه هن او يمسكوا ايدك او يقولوا لك مدام شو بتريدي مننا، نحن جاهزين، بس ما عندنا امكانيات.
هادي بالمكفى، هذا الدعم المعنوي، هذا الدعم، هذا الشيء اللي شفناه نحن شفناه على ارض الواقع. اني انا مع يعني حتى مع الاهالي، صحيح. يعني نحن في اهالي كثير انه اولادنا مثلا ضرروا بيوتهم، نفسيا تضرروا، انت بدك توعيهم، بدك تروحي تشوف فيهم وقت اللي حسوا حالهم انه هن صاروا قادرين ويوقفوا على اجريهم، صاروا هن يوعوا رفقاتهم، يوعوا جيراني، يساندوهم، يساعدوهم، انه انا مثلا اجتني معونه، ايه تفضلوا شاركوني، انا في غيري ما قادر ياكل، صاروا يعني هذا العمل يعني صارت عم بتوزع كثير، وشفنا كثير هيك مبادرات حلوه. نعم نعم، يعني يعطيكم العافيه وبدنا نشكر حضورك اليوم اللي عززناه بيوم العالمي لاطفال التوحد وهذا شهر التوعيه، وبدنا نشكر كل القائمين على كل الجمعيات المعنيه بهذا الموضوع، وبدنا نشكر القيم والانسانيه اللي عم تزرعوها بقلوب اولادنا. انا بدي اتشكركم كثير كثير انه دائما بتضووا على نقاط بتكون هي شوي عتمه عليها. اهلا وسهلا فيك، فهذا الشيء كثير نورتينا. وديعة قعقاع عضو في جمعيه بشار النور، اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه، نورتينا ست وديعة.